حلو الكرسي ده. استحمل؟ حديد. جات لك الفكرة ازاي؟ تعالى اوريك. جريك ورا الفرصة وصلك، مفيش حاجة تقدر تعطلك، على قد تعبك بيوصلك. الدنيا مش تكة فريموت، الفكرة صاحية بتفكرك، اديلها فرصة هتبهرك، واللي هداك هيقدرك. تخيل فرص ملهاش حدود، عشان في ناس بتكون عايزة بس نص فرصة عشان تقوم. عوام الطريق هيفوت، بعد فرحة نجاحك أي شيء يقوم. أكيد في حلم جديد، فكرة بعد فكرة، ما انت بالأحلام معود. عنيد فرصك بتزيد وتزود، نجاح من غير حدود. جريك ورا الفرصة وصلك، مفيش حاجة تقدر تعطلك، على قد تعبك بيوصلك. الدنيا مش تكة فريموت، احلم يلا دوس اللقطة لسه فيها، خليك دايما ورا الفرصة انت هتلاقيها. انت الوحيد في الدنيا اللي حس بيها، ولما قالوا صعبة كملت في طريقك. وعادي يعني لما ميت حوار يفوت، السكة مهما تسلك هتقابل سدود. خش بقلبك هتعدي في الطريق هتفوت، شوف الفرص ما تعدش دي ملهاش حدود. كل قصة نجاح كان وراها فرصة. تخيل لو قدامك فرص ملهاش حدود. بنك القاهرة بيقدم لك أنظمة تمويل مختلفة تناسب مشروعك. بنك القاهرة، فرص بلا حدود.